كده يبقى كل حاجة كان معمول حسابها. بس المهم دلوقتي هنثبت الكلام ده ازاي؟ طب هي دينا الله يرحمها ما قالتلكش الست دي مين يا شيخ؟ عارف اسمها ايه؟ بتروح لها فين؟ ابدا يا بنتي ما قالتليش. هي قالتلي انها ودت لها المسدس، وانا الحقيقة لومت عليها وزعلت مني. طب والحل دلوقتي؟ احنا لازم نثبت الكلام ده في المحكمة. وبعدين ما تزعلش مني، يعني احتمال شهادتك ما يتاخدش بيها، علشان ممكن المحكمة تعتبرك غير متزن عقليا. ممكن شهادتي تترفض في المحكمة، لكن لو اللي أنا قلته ده شهدت بيه دينا نفسها، اتهيألي المحكمة تسمع للشهادة. تشهد بيه دينا نفسها ازاي؟ ما هي مش هتشهد بصوتها، إنما كلامها هو اللي هيشهد عليها وعلى اللي ظلموها. كلام يشهد يعني ايه؟ يعني يا بنتي دينا لو مش معانا علشان تشهد بصوتها، كلامها ممكن يوصل ازاي؟ يوصل لو مكتوب؟ تقصد يعني ان دينا كتبت الكلام ده؟ الله ينور عليكي. جات لي بعد يومين وقالت لي انا بفكر اني اكتب مذكراتي. استغربت قوي، قلت لها مذكرات ايه اللي هتكتبيها يا دينا؟ اليوم عدى وخلاص، هنكتب عنه ليه؟ ده هيقدم ولا هيأخر؟ ازاي بقى؟ هو مش الواحد لازم يفضل فاكر اللي حصل له طول الوقت عشان يتعلم منه؟ والله يا بنتي مفيش احسن من الموعظه. انما انا عايز اعرف ايه اللي طلعها في دماغك اليومين دول؟ انا طول عمري عايز اكتب مذكراتي من وانا عيله صغيره، بس كنت اقول لنفسي بطلي عبط، مين اللي هيبقى عايز يقرا لك ولا يعرف ايه اللي حصل لك اصلا؟ وبعدين كنت اسمع ان المشاهير بيكتبوا مذكراتهم والناس تبقى عايزه تشتريها وتقراها. دلوقتي بقيت مشهوره وكل الناس عارفاني، اكيد هيبقوا عايزين يعرفوا ايه اللي حصل لي ويقروا لي. ومال اذا كان ده هيريحك؟ توكلي على الله. بس انا عندي مشكلتين. اول حاجه انا عايزه اكتب مذكراتي من غير خوف ومن غير تزييف، عايزه اقول كل حاجه حصلت لي في حياتي بجد، وده مش هيعجب ناس كتير. ناس زي مين يعني؟ يعني اللي زي يا شيخ عارف لما تكتب مذكراتها هتجيب سيرة مين يعني؟ غير ناس ما تحبش سيرتها تيجي في الحاجات دي. وبعدين ياما ناس راحت لما فكرت بس ان هي تكتب مذكراتها. ولا انت مصدق ان سعاد حسني انتحرت؟ وماله يا بنتي؟ يبقى هنا تقدري تكتبي كل اللي انت عايزاه من غير ما حد يقدر يشوف. ايه رأيك؟ وكانت بتيجي كل ما تكون فاضية، بتقعد مكانك هنا اهو، بتقعد تكتب وتفرغ كل اللي جواها. عرفتي بقى ازاي ممكن دينا تساعدك في القضية؟ لو الكلام اللي بتقوله ده صحيح، لو دينا فعلا كتبت موضوع الست اللي ضحكت عليها دي وسرقت المسدس، انت مش فاهم الموضوع ده هيفرق معايا ازاي في القضية. ده كده مش هيبقى فيه قضية اصلا، لان المذكرات دي هتبقى دليل براءة. كل المطلوب مني ساعتها ان انا اجيب خبير خطوط يقول ان ده خط دينا. وساعتها انت مش فاهم يا شيخ عارف انت ساعدتني قد ايه. ربنا يا بنتي هو اللي بيريد وهو اللي بيساعد. ونعم بالله. المهم دلوقتي الاقي المذكرات دي فين؟ هي كانت موجوده معاها في البيت، بس لما زادت الخلافات بينها وبين جوزها اخذت المذكرات وحطتهم في حته محدش بيروحها غيرها هي بس.